نعمل وكيل في كيف اخري. انا ادم واحد في الاماني. يا جد السن يا جدي. يا جد السن دي عمود. 100 جنيه اللي انت مضيل عليها ايه؟ مش عايزها يا باشا. اللي يحط الجنيه فوق دماغه يوم. انا رقبتي يا معلم جدي خرجتها وقعدت على تلاها. يلا وليه من هنا. الراجل ده هو ومراته اللي بيخططوا للانقلاب وانا اشهد على كده. العيال ده لازم ينتهي فورا والفرح يتم في ميعاده. انا كنت فاكر اني بقيت قريب منك. نبيل الحاجات اللي انت بتغيبها دي عيب وحرام. 19 سنه فوق الارض. طب اسرائيل بقولها لو اتسال حلق تكتير او حرش الوحده. قول حاحا 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 هبدل السجاية وكون إنسان جديد.